لا تزال التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب في جلسته بالأمس لقانون الانتخابات الرئاسية لا تزال تثير جدلاً. فلجنة الانتخابات العليا، اللجنة العليا للانتخاب، في أول رد فعل لها أعلنت في بيان لها تعليق أعمالها بسبب ما رأت أنه تجاوز في حقها مارسه بعض الأعضاء في مجلس الشعب أثناء مناقشة القانون. والتعديلات بنصها إلى أي مدى تثير جدلا حول إمكانية أن تغلق الباب تماما حول المادة 28 وكافة الانتقادات التي وجهت لها. حول هذا الموضوع ينضم إلي على الهواء مباشرة الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ودكتور إبراهيم محمد علي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية والمحامي بالنقد والإدارية العليا. لكن دعوني أولا أذكركم مشاهدينا الكرام بأبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الشعب في جلسته بالأمس. تنص المادة الأولى من القانون على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من فتح باب الترشح وحتى بدء الاقتراع، وفي حالة الإعادة تبدأ الحكم وتحظر الدعاية الانتخابية في غير ميعاد من مواعيد الانتخابات. في المادة الثانية لا يجوز تعيين أحد أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية أو أحد أمنائها في منصب قيادي تنفيذي أو في مجلسي الشعب والشورى مدة ولاية الرئيس المنتخب اعتبارا من أول انتخابات بعد سريان القانون. المادة الثالثة عقب انتهاء اللجنة من إعلاناتها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح أعداد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح، على أن تتم الإجراءات السابقة بحضور ممثلين عن المرشحين ومنظمات المجتمع المدني، وتتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبي المرشحين وأيضا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وتسلم نتائج اللجان الفرعية بخطاب رسمي موقع عليه من رئيس اللجنة الفرعية، وتسلم صورة رسمية لوكلاء المرشحين. كذلك تقوم اللجنة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لتقوم بجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة بالطبع. المادة الرابعة يعاقب بغرامة لا تقل من 20,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها. بالإضافة لذلك كمان ناقش المجلس بالأمس تعديل المادة 36 الخاصة بالطعن على قرارات اللجنة العليا، ورفض الاقتراح المقدم من النائب سامح مكرم عبيد الذي كان ينص على الطعن على قرارات اللجنة العليا. أوضح المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى أن القرارات الصادرة من اللجان الفرعية والعامة ليست إدارية نهائية، موضحا أن القرارات هي الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز الطعن عليها. لتفسير بعض هذه النقاط والتعليق عليها أعود لضيوفي وأبدأ من عند الدكتور إبراهيم محمد علي. نريد أن نعرف يعني إيه وجه الاختلاف أو الإضافة بخلاف بعض النقاط الواضحة المتعلقة بالفرز في النقاط الفرعية وجمع هذه النقاط ومنع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من أي الاستفادة من أي مناصب وقت ولاية الرئيس. من الناحية القانونية هل بقية النقاط غيرت أشياء جوهرية في قانون الانتخابات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية هذه النصوص ليست جديدة، هي تعديلات على نصوص قائمة في قانون 174 لسنة 2005. ولكن النص الجديد هو النص الوحيد المتعلق بحظر تولي أعضاء اللجنة أي مناصب في السلطة التنفيذية أو مناصب في البرلمان بمجلسيه النواب ومجلس الشورى. الإضافات أو التعديلات التي طرأت تعديلات من وجهة نظري سليمة ومطابقة، خاصة وأن الفقرة الأخيرة من المادة 28 من الإعلان الدستوري أضافت إلى القانون أن يعدل في اختصاص اللجنة. إذن هذا الأمر سليم من الناحية الدستورية بنسبة 100%. جميل. ولا يوجد أي اعتراض دستوري على ما قام به البرلمان، ولكن في اعتراض سأوضحه في نهاية الأمر. بالنسبة للتعديل الأول ألغى فترة الصمت الانتخابي، وهذا أمر محمود ولا يوجد. لماذا هو أمر محمود؟ لأن المدة كانت محدودة بثلاثة أسابيع لبعض المرشحين الذين لم يقوموا بحملاتهم الانتخابية مثل باقي المرشحين، وبالتالي إقلال المدة المحدودة التي تصل إلى حوالي ثلاثة أسابيع من يومين بالنسبة يعني فترة الصمت الانتخابي معمول بها في جميع قوانين انتخابات العالم. ولكن في هذه الظروف الآنية
الغاء هذان اليومين امر محمود، لان هناك بعض المرشحين لم يكن يضعوا في اعتبارهم انهم سيفوزوا كترشيح. لم يوضح هنا في مشروع القانون، لم يوضح ان ده خاص مثلا بهذه الانتخابات فقط. لا لم يوضح، وهذا امر غير سليم. كان المفروض ان يقول على يقتصر هذا الامر على هذه الدوره الحاليه، وخصوصا مع ضيق المده ان 21 يوم على كل المحافظات التي تربو على اكثر من 27 محافظه امر صعب، وبالتالي الحظر الانتخابي كان مفروض أن يبقى مدة مؤقتة. التعديل الأساسي الذي أضافه المشروع القانون هو الحظر، وهذا أنا أؤيده بنسبة 100%، وخاصة أن لنا تراث طويل من قيام السلطة التنفيذية بوعد بمناصب وابتزاز كثير من رؤساء الهيئات القضائية بوعدهم بمناصب إذا استقاموا على الطريق وقاموا بالخدمات التي تطلب منهم، وبالتالي قفل هذا الباب نهائيا يكفل الحيدة في جميع أعضاء اللجنة والأمين. وأظن أنه يحصن حتى أعضاء اللجنة أنفسهم من القيل والقال بشكل من الأشكال، إبعادهم عن الشبهة، وأن عملهم خالصا لوجه الله وتطبيق قواعد القانون والدستور، وبالتالي لا يوجد مغنم ولا يوجد وعود بمناصب في المستقبل. إذن المشرع وفق إلى حد كبير في هذا الحظر. نعم. أيضا المشرع وفق في إجراء الفرز والاقتراع في اللجان الفرعية. كان المعمول به أو وفقا قبل التعديل أن يقوم اللجان الفرعية بحمل الصناديق والذهاب بها إلى اللجان العامة والإعلان من اللجان العامة، ثم ترسل الكشوف إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. الآن وفق التعديل الجديد يقوم كل قاضي بفرز وإعلان النتيجة وتقديم صورة لكل مرشح بعدد الأصوات. هذا أمر سليم ويكفل رقابة فعالة من نواب المرشحين على النتائج، بحيث أن المرشح الآن يستطيع بسهولة أن يحسب الأصوات الحاصل عليها قبل أن تتمكن اللجنة من الحساب الأصوات النهائية، أو يستطيع أن يعمل حسبته مسبقا بالتوازي مع اللجنة، وهذا يغلق الباب للحديث يغلق عن أي تلاعب أو تسوير في النتائج النهائية. وبالتالي الأمر سليم، وخاصة أن اللجنة العليا مع كثرة الصناديق يحدث هرج ومرج، وكثير من الصناديق سواء عن عمد أو عن خطأ تحسب أو لا تحسب. إذا هذا الأمر كان يمكن لتصوره في اللجان العامة. نعم. في الانتخابات البرلمانية كانت هناك شكوى دائمة من صعوبة الفرز في اللجان الفرعية وعدم ملائمة ظروف بعضها وطريقة فرض الرقابة. نعم، وطريقة فرض الرقابة على الصناديق وإتمام فرزها بالكامل. الآن هذا الأمر أصبح مستبعد، وسيتم اللجنة الفرز تحت سمع المنظمات المجتمع المدني ومندوب المرشحين، بل ويعطى المرشح صورة من التقرير النهائي. هذا أمر محمود. التعديل الرابع، وهذا الذي اعترض عليه، كان المادة 54 بتضع عقوبة حبس وغرامة لا تقل عن 20,000 ولا تجاوز 1,000 جنيه في كل من خالف الدعاية الانتخابية. نعم. المشرع لا أعلم لماذا لغى الحبس. لغى الحبس، وهذا الأمر في منتهى الخطورة، وأعتقد أن المحكمة الدستورية ستلغي هذا النص. لماذا؟ لأنني إذا كنت في حالة من اليسر المالي أستطيع أن أضرب عرض الحائط بكل القواعد المتعلقة بالدعاية الانتخابية. صحيح. طالما أنني أستطيع أن أدفع بسهولة المبلغ المالي من 20,000 إلى 200,000 جنيه. يعني أن مرشح يدفع الملايين في حملتي الانتخابية لن هل تكون. نعم. لن تكون هل, هل, هل مبلغ ال 200,000 جنيه سيكون عائق له من مخالفة الدعاية الانتخابية، وخاصة أن الدعاية الانتخابية ممكن أن تتعدى الحياة الخاصة، حرمة الحياة الخاصة لبعض المرشحين، استخدام شعارات دينية يعني وما إلى ذلك. وبالتالي وجود عقوبة الحبس كانت تكفل، بالعكس كان المفروض أن الحبس يكون يجب أن يكون إجباري وليس يعني تخديري. وهذه النقطة الحقيقة مثيرة، لأن الحقيقة أن الانتخابات البرلمانية الماضية شهدت العديد من الانتهاكات ولم نشهد بالأصل رغم وجود القانون توقيع أي عقوبة أو حتى تحقيق فيها توقيع أي عقوبات. العدد المرشحين الآن محدود، وبالتالي في تقديري أن المحكمة الدستورية ستعدل هذا النص ولن توافق على بحالته، لأن هنا يميز بين المرشحين حسب مقدرتهم المالية. أنا مقتدر ماليا أستطيع أن أضرب عرض الحائط بنصوص القانون الذي ينظم الدعاية الانتخابية اعتمادا على أن هذا المبلغ لا يشكل لي بالنسبة لي أي مشكلة. نعم. وأدفعه وأنا مبسوط بعد أن أحقق كل المخالفات لكل ما يتعلق بالضوابط التي نظم الدعاية الانتخابية. بينما الشخص المحدود أو الذي يلتزم بالقانون
أو يخالف القانون ولا يستطيع أن يدفع الغرامة المالية سيكون خضوعه للقانون من منطلق أنه لن يستطيع أن يدفع الغرامة المالية، وهذا أمر يفي تمييز بين المرشحين على أساس المقدرة المالية، وهذا محظور بنص الدستور. وحضرتك ترى أن هذا النص سيبطل مخالف للدستور؟ نعم سيبطل في المحكمة الدستورية، سيبطل المحكمة الدستورية لأنه يميز جميل. نعم يميز، لكن من ناحية أخرى هل نستطيع أن نقول أن هذه النصوص فيما يتعلق بسواء الفرز في اللجان الفرعية أو فيما يتعلق بعدم تولي أي مناصب للجنة العليا يمكنها أن تغلق الجدل السياسي المستمر طوال الوقت حول المادة 28 في الشارع المصري؟ لا، المادة 28 لا يمكن أن يكون هناك جدل. لماذا؟ لأن هذه المادة كانت تحت أعين وسمع الناس، والإسلاميين حشدوا الناس حشدا بمسمى أن هناك فسطاط جنة فسطاط نار، وبالتالي الناس استفتيت على هذه المادة. بعد الاستفتاء على هذه المادة طالما رضينا سواء كنا نعلم أو كنا لا نعلم أصبحت أمر واقع، وخاصة أنه تم الاستفتاء عليها، وبالتالي لا يمكن أن نعيد مرة أخرى بحجة أننا لم نكن نعلم أن هذا التحصين عمل صعب. هذا عمل صعب، لكن الآن المفروض. وفي حاجة تانية يجب أن تكون واضحة بالأذهان، المجلس الدستوري الفرنسي هو المشرف على انتخابات الرئاسة في فرنسا، والمشرع الدستوري يحسن أعمال المجلس الدستوري المتعلقة بكل قرارات الانتخابات من الطعن أي أمام أي جهة قضائية. أنا الحقيقة سأرجع لحقيقة مرة تانية في بعض الاطروحات القانونية حول هذه النقطة، لكن اسمح لي أشرك معي هنا دكتور عمرو هاشم ربيع. دكتور عمرو، القرار اللي اتخذته اللجنة العليا للانتخابات أمس على خلفية المناقشات حول هذا القانون وليس القانون، يعني اللجنة انتقدت المناقشات ورأت أنه تم التجاوز في حقها وبالتالي علقت أعمالها. أولا تفسير تعليق أعمالها وطلبها من المجلس الأعلى أن يمارس سلطاته سياسيا، كيف تفسره وكيف تقرأه؟ طبعا بداية اللجنة مارست عملها بحرفية شديدة وباحتراف وبموضوعية في الأيام السابقة، ومن ثم كان هذا القرار قرار مستغرب فيه نوع من العقاب الجماعي، ليس عقاب لأعضاء مجلس الشعب ولا عقاب للمرشح المرشحين، بل إنه عقاب للأمة بأثرها تقريبا. وأنا يعني أحسب أن هذا القرار يجب أن ترجع فيه اللجنة، وأتصور أو ربما أأمل أن يكون مجرد تهديد أو مجرد نوع من الإنذار. يعني الحقيقة أن في تضارب هنا في الكلام. نعم. لأن هناك حدث نوع وتجتمع اليوم يعني اجتمعت الساعة 2. هل اللجنة علقت أعمالها أم لم تعلق أعمالها؟ هل هذا التعليق فقط مختص باللقاء مع المرشحين ووسائل الإعلام أم ماذا؟ نعم. ده يبرر تقريبا اللي أنا بقوله، أنه كان كلامها مجرد عن أو قرارها مجرد تهديد، أو بيانها عبارة عن تهديد أو عبارة عن ضوء أحمر يجب أن تتوقف بعض الكلمات من قبل مجلس الشعب. هذه واحدة. الأمر الثاني أن احنا هنا أمام لجنة إدارية، فأعملها عمل إداري، ومن ثم ما هيش لجنة قضائية. هي بحسب كلام اللجنة نفسها هي إدارية في بعض الأعمال وقضائية فيما يتعلق بالفصل. لا، هي كل أعمالها إدارية، يعني قضائية فيما يتعلق بالفصل التطوعي. يعني خلينا نصرحاء، هي كل أعمالها إدارية مع تحصينها أو تقديسها بالمادة 28 التي جعلت أعمالها غير قابلة للطعن وغير قابلة للتأويل، وهذا اعتراض، هذا الاعتراض وارد حتى في كلام المستشار حاتم بيجاتو على هذا النص. لكن بناء على ذلك أعضاء مجلس الشعب بحكم الدستور وبحكم الأعراف الدستورية الدولية والأعراف الدستورية المصرية لا يسألون على ما يقولون وما يبدونه من آراء، ومن ثم أنا أدرك تماما أن هناك بعض التجاوزات في أعضاء مجلس الشعب وكلامهم، يعني الكلام على المبارك لطورة، الكلام على عزل النائب العام برغم أن أنا معاه، لكن لا يمكن أن يكون هذا من سلطة مجلس الشعب. تبين أنه من سلطة السلطة القضائية، من سلطة الـ ذهاب مبارك إلى طورة، من سلطة المشرح مدرفع، من سلطة النائب العام، وعزل النائب العام ليس من سلطة مجلس الشعب. هذا أمر متعلق بالقانون السلطة القضائية. نعم. عليهم أن يعدلوا قانون السلطة القضائية، كان أفضل من الكلام الذي هو يعد التدخل في صميم أعمال السلطة القضائية، وإن كنت بالفعل أؤيد ما ذكروه. نعم. لكن الامر اؤيد ما ذكروه كقرار، لكن كمناقشه كسلطه مين اللي بالضبط كسلطه مين اللي يعمله، ده حاجه تانية، ده موضوع تاني. هذا الامر مهم. الامر الثاني ان البيان فيه نوع من استعداء للعسكري على البرلمان باعتباره الهيئه اللي تم الحديث فيها، وعلى جماعه الاخوان المسلمين باعتبار البرلمان، خلينا صرحاء، هو البرلمان هو دوبلير للجماعه في الوقت الحالي.
والمناخ والزخم السياسي الموجود في الشارع المصري لا ينقصه مثل هذا، هو مليء ومتخم طب يعني بالصراع ما بين العسكري والجماعه بشكل كبير. هل كان على اللجنه العليا للانتخابات ان تقبل طوال الوقت التشكيك فيها وفي نزاهتها واتهام بالتزوير مسبقا؟ لا نقول دون هكذا، ان تتخذ اي اجراء. لا نقول هكذا، لكن هناك من الامور التي كانت على اللجنه ان تنفعل بشأنها بشكل أكبر من ذلك بكثير، ولكنها سكتت. اللجنة حصلت لمدة أسبوع من بلطجية أنصار أحد المرشحين وسكتت ولم تعقب، وكان عليها أن تؤاخذه على الكذب وعلى هذا الحصار وعلى تعطيل أعمال البلاد والعباد والمواصلات والكذب. نعم، لكن عندما يتم هذا بشكل فردي هو يعبر عن من قاموا به، لكن عندما يتم عبر مجلس الشعب في مسألة يعني تكتسب زخم آخر، أليس كذلك؟ بالتأكيد، لكن هؤلاء عملهم في قدر ما من الحصانة. صحيح يبدو أن الكلام كان ينقصه بعض الحصافة، نحن نتحدث عن مجلس ب 411 عضو جديد ليس لهم أي خبرة في العمل البرلماني، فوارد أن هناك بعض الهنات من هذا وذاك بطريقة الانغماس في مغالطات وما إلى غير ذلك. ومن هنا تأتي أهمية أو ضرورة عودة اللجنة لما صدر منها في واقع الامر، بالذات ان هناك بالفعل صبرت كثيرا على 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 انصار هذا المرشح او ذاك الذي طول عليها، فياتي وحدث نوع من الحصار تقريبا للجنه وحصار لمجلس الدوله من من من, من انصار هذا المرشح. هذه واحد. الامر الثاني هو يبدو ان هناك كان في عدم رضاء عن هذا الموضوع، وده يعني مش بس الامر الخاص بالتجاوزات، لا ده في كمان يبدو نوع ان في عدم رضا عن هذا الامر، عن ما صدر من قرارات او ما صدر من تشريع. هل هذا هو الجانب الخفي في القضيه؟ ربما ربما فعلا ربما. ومن ثم فان الـ ممكن طبعا، هو طبعا كل ده هذا في اطار مشروع قانون يجب ان المحكمه الدستوريه توافق على هذا التعديل، لان هذا رقابه المحكمه الدستوريه على قانون 174 لسنه 2005 هو القانون الوحيد الذي رقابته رقابه سابقه وليس رقابه لاحقه. يمكن احالته للقانون. فممكن واحنا في فتره الدعايه الانتخابيه، فتره عقوبات، بنتكلم على عقوبات وبنتكلم على فتره الدعايه الانتخابيه الغاء صمت انتخابي، فاحنا هنا مرتبطين بضروره اقرار المحكمه الدستوريه لهذا المساله في شكل يعني عام. المساله هنا فممكن المحكمه الدستوريه تلغي هذا الكلام تماما، لا الحق ان تنعقد او لا تنعقد. طبعا لو انعقدت انا يعني يمكن الدكتور ابراهيم يتكلم في هذا المساله اكبر مني، المحكمه هنا دخلت نفسها طرف، فيصبح رئيس اللجنه اللي هو رئيس المحكمه يجب ان يتنحى عن نظر هذا الموضوع بتحديدا. طب اسمح لي هيك انا في هذه النقطه القانونيه، اسمح لي اشرك معايا دكتور، يعني الحقيقه كمان فكره ان يحال المساله للمحكمه الدستوريه العليا، ونحن الان في فتره الدعايه الانتخابيه والوقت قليل جدا على الانتخابات الرئاسيه، كيف يمكن للجنه العليا للانتخابات ان تمارس عملها بشكل فني في ظل عدم وضوح القانون او في ظل وجود اقاويل حوله وفي ظل ما يمكن ان يطعن عليه سواء بالدستوريه او عدم الدستوريه او ما الى ذلك؟ لا، من الناحيه العمليه اولا هذا ليس قانون، هو مشروع قانون. نعم، كان مفروض ان البرلمان يحيل مشروع القانون الى رئيس المجلس العسكري ورئيس المجلس العسكري يحيل المحكمه الدستوريه، الا ان رئيس البرلمان عز عليه ان يرسل مشروع القانون الى رئيس المجلس العسكري وقام هو بارساله الى رئيس المحكمه الدستوريه لاجراء الرقابه الدستوريه السابقه، لانه قانون انتخابات بنص الماده 28 من العين الدستوري لابد من اجراء رقابه سابقه في قانون الانتخابات الرئاسيه. لابد من اجراء رقابه سابقه، يعني ايه؟ يعني مشروع الاربع مواد اللي احنا اللي هم الثلاث تعديلات والماده الجديده لابد وان ترسل الى المحكمه الدستوريه لتقول رايها في ماذا، هل ما تم من تعديلات مطابق للدستور ام لا. هذا عمل المحكمه الدستوريه. غالب الظن أن رئيس المحكمة وأقدم نائب في المحكمة الدستورية لن يشترك في الرقابة على الدستورية، لم يشترك في الرقابة على الدستورية، لأن الأمر متعلق كما ذكر الأخ العزيز الدكتور عمرو أن الأمر في سرعة، سواء بإلغاء مادة يومي الصمت الانتخابي أو العقاب الجنائي اللي هو الحبس، إذا الأمر في عجلة، وأعتقد أن المحكمة الدستورية العليا ستنظر الموضوع على وجه السرعة وستقضي بدستورية النصوص أو بعدم دستورية بعض النصوص على وجه العجلة، ثم تعيد الأمر إلى البرلمان إذا كان هناك نص أو بعض المواد غير متفقة مع نصوص الدستور. نعم. ثم تقوم البرلمان بتعديلها على حسب ما. جميل جدا، أنا ما أسأل حقيقة عنه. هذه العملية اللي حضرتك
تحدثت عنها وواضح انها عمليه متعدده الخطوات. لسه هيذهب العسكري يصدق عليه بعد كده وانها ثم ينشر الجريده الرسميه ثم يصبح ساريا العمل به. ونحن الان في وقت في عز الحملات الانتخابيه. الى اي مدى يمكن للجنه العليا ان تقوم بوظيفتها في ظل هذا الكلام حول القانون؟ وفق اي قانون ستمارس عملها في خلال هذه الفتره؟ توافق تمارس عملها قبل التعديل في النصوص الحاليه اللي هو ايه اللي هو عندنا اللي هم الثلاث نصوص الحاليه قبل التعديل مع عدم وجود الايه الجزء اللي هو حظر تولي اعضاء اللجنه وامنها العام اي مناصب. ولكن في تقديري ان لا زال لدينا متسع، وخاصه ان عندنا 23 و24، واعلان النتيجه هيكون يوم 29 ثم جوله اعاده. من هنا ليوم 23 اعتقد ان المجال متسع، في متسع من الوقت، وخصوصا ان المواد محدوده وبسيطه والتعديلات محدوده وبسيطه، وفي تقديري لا يوجد فيها شبهه عدم دستوريه الا فيما ذكرته في التعديل الطارئ على الماده 54 من القانون الانتخابات. هذا فقط بإلغاء الشق المتعلق بالحبس في تقديري، وهذا هو النص الوحيد المتعلق بعدم الدستوري. أما بقية النصوص في تقديري كأستاذ قانون دستوري لا يوجد بها شبهة عدم دستورية، ولن يستغلق الأمر جهدا طائلا من هيئة المفوضين أو المحكمة الدستورية لإقرار الدستورية من عدم. يعني برغم أن الدكتور إبراهيم شايف أن هناك متسع من الوقت، لكن الحقيقة دكتور عامر هاشم ربيع الحقيقة أن في انتقاد وجه للبرلمان بشكل عام، فكرة يعني أن المسألة تبدو أحيانا شخصية والتوقيت، يعني هناك هل نستطيع نقول أن هناك وقت ثمين أهدر؟ لماذا يبدو الأمر كأننا نكتشف الآن قانون الانتخابات ونكتشف الآن جزء من هذه المسألة؟ كمان جاي اقتراح بقانون من النائب صالح مكرم عبيد منذ حوالي يمكن شهر، فلماذا يتم إقراره في هذا الوقت المتأخر؟ بالطبع نتيجة الكلام اللي صدر عن أثناء المناقشات، فأصبح هناك في احتمال لنوع من التربص اللجنة بمجلس الشعب أو بمشروع القانون، ومن ثم إمكانية تأخيره، لان هناك مش بس عشان المناوشات اللي حصل، عشان بعض الامور المتعلقه بالقانون. يعني نحن نتحدث عن عدم الوعد بالمناصب، وهذا امر مهم للغايه، لان سبق ان حدث مشكله مشابهه وكان في انتخابات 2005 ومندوح ممدوح مرعي الذي تحول بعد ذلك الى وزير للعدل كمكافاه له على انتخاب المخلوع في هذه الانتخابات. الامر الثاني، هناك مشكله فيما يتعلق بمساله الصمت الانتخابي. مساله الصمت الانتخابي متعارف عليها في جميع بلدان العالم، هناك فتره من حتى يلتقط الناخب انفاسه ويستطيع ان يقرر دون تاثير. ذكر الدكتور عمرو حمزاوي كلام صحيح 100%. صحيح ان اللجنه ربما تاخذ بهذا المساله كما يقول الدكتور ابراهيم وتدسترها، على اعتبار انه عمليا لا يوجد في مصر فتره صمت انتخابي لا في الشعب ولا في شورى. هل كان على القانون هنا ان يبين ان هذا، لان هذه ظرف استثنائي ومرحله مؤقته وانتخابات استثنائيه، يعني المشروع القانون لم يكن قليل، لان الفتره فتره الدعاء الانتخابيه فتره من 30 ابريل ل 20 او 21 ثلاث اسابيع كما سبق وما ذكر القانون، 21 مايو، هذه فتره محدوده للغايه. نتحدث ايضا عن الامور الخاصه ب قيد الفرز في اللجان الفرعيه، وهذا ووضع السجل او وضع تدوين كل هذه الامور، وان تكون على بصر وسمع المنظمات المجتمع المدني. ده تعديل اجرائي للتعديل سبق ان بدا في اول مارس، يعني اول مارس ده هذا ثاني تعديل لهذا القانون. نعم. وسبق ان يعني اقرته المحكمه الدستوريه، فهو كان تعديل تفصيلي. يبدو ان هناك نوع من او اللجنه استشعرت ان هناك عدم نزاهه في اعمالها اثناء عمليات الاقتراع وعمليات الفرز وتدوين وحساب الاصوات. وهنا انا بس احكي فينا عن المساله استشعار. عن الجانب الشخصي في الموضوع. نعم. يعني الحقيقه لنكن صرحاء، يعني لماذا تبدو هذه الانتقادات الواسعه؟ هل المساله لها علاقه مثلا باستبعاد مرشحين محسوبين على الاغلبيه في البرلمان؟ نفس هذه اللجنة بعض أعضائها وربما أكثر من وجهت إليه انتقاداته المستشار عبد المعز إبراهيم كان رئيسا للجنة العليا لانتخابات البرلمان التي لم يشكك أحد في نزاهتها عندما أسفرت عن فوز هذه الأغلبية. فهل المسألة يبدو فيها الجانب الشخصي أحيانا والسياسي يغلب على الجانب القانوني هنا؟ ما بين الطرفين، مش من طرف واحد. يعني نحن نتحدث عن خروج أحد المرشحين، مرشحي اللي هو خيرة الشاطر، ووجود طبعا الرديف له هو اللي أصبح هو الأساسي وليس احتياطي.
بنتحدث كمان عن مناخ عام، مش بس في التيار الاسلامي، مناخ عام للماده 28 ومن الاعلان الدستوري، بالرغم نعم. كما سبق ان ذكر الدكتور ابراهيم، دي الماده بالذات او دي ماده كانت في الاعلان اللي الكل جري عليها وكل قال دخلكم الجنه والنار، ودي التعديلات لان كانت جزء، لان هي كانت جزء الماده 76 صحيح. الماده 27 و28 في الاعلان الدستوري هي الماده 76 لما تم تفصيل الماده 27 و28، وهي اللي فيها مساله التاويل، عدم تاويل القرارات وما الى اخره. الان يتبكون عليه او يتبكون عليه، لان وصلت الامر الى ان مساله توظيف للقانون او توظيف للدستور، عندما اجد في صالحي فاقول هذا يدخلني الجنه، والان يدخلنا النار ونلتوي بناره، فانا نصب عليه كل اللعنات. لذلك كنت اقترحت ونطلب الغائه لذلك اقترحت اليوم اذا عايزين تعدلوا 128 حتى ولو بدون استفتاء، لانها بالفعل ماده تثير الفتن، فعلينا ايضا ان نعمل الماده 60 الخاصه بتاسيس الدستور، هذه مهمه، تكون هذه مقابل هذه، يعني يفتح الباب، ان هذا الجدل يفتح الباب الى تعديلات اعمق ربما حتى يتم احتواء هذه الخلافات. وهذا الحقيقه بينقلني لنقطه ثانيه، المستشار حامد الجمل كتب قبل ايام قليله يتحدث عن فكره لماذا لم يكون جزء من التعديل مثلا ولو حتى في اعلان دستوري تكميلي او بقرار من المجلس العسكري الطعن على اعلان النتائج النهائيه في الانتخابات باعتبارها قرارات اداريه وغير ويمكن الطعن عليها. في راي حضرتك دكتور، اقول حضرتك هي يجب يعني بنظره حياديه للموضوع، منصب رئيس الجمهوريه منصب سامي، نعم، ويجب ان نحسم الخلافات حوله بطريقه سريعه، نعم، وبالتالي لا يمكن ان يعني تخيل مثلا ايه، احنا عندنا 13 مرشح، هيبقى عندنا مرشح واحد و12 مرشح متضررين من الانتخابات، كويس، هل نتخيل ان عندنا 12 قضيه معروضين امام القضاء؟ نتخيل المدى الزمني والجهد اللي موجود وفتره القلق وعدم وجود استقرار في المجتمع والحشود اللي تحشد باسم الدين للوصول الى مناصب في وسط هذا الامر صعب، وبالتالي حسم هذا الامر بعدم الطعن في قرارات اللجنه العليا يجب ان ننظر له من منظور اخر، لا يجب ان ننظر للجنه على انها عباره عن مجموعه يعني ننظر لهم نظره غير سليمه، لا يعني انا في تقديري نعم هناك بعض الاشخاص كان مفروض ان يقدموا استقالته، كان مفروض يعني هو من نفسه كده يعلم ان هناك نظره عدم رضا لوجوده، وبالتالي كان عليه ان يقدم استقالته، يعني هناك بالاجماع شخصان غير مجمع على استمرار وجوده، وبالتالي كان الاحرى بهما ان يقدم استقالات نعم ليس من مناصبهم القضائيه على الاقل من لجنه الانتخابات، نعم، وخاصه ان قانون الانتخابات يسمح له بذلك ان سيحل محله اقدم شخص في الهيئه القضائيه التابعه له، وبالتالي لا يوجد تعطيل ولا توجد مشكله، لو انا النهارده قدمت مجرد ان انا لدي مانع وقدمت استقالتي سيحل محلي اقدم شخص يليني في الهيئه القضائيه التابعه له، وبالتالي ستسير المركب وتهدأ النفوس. هذه الحلول سواء كانت قانونيه او حتى بطريقه اللي حضرتك تحدثت عنها، وبرجع هنا للدكتور عمرو هاشم ربيع، هل التعديلات بصورتها هذه اذا تم اقرارها هل نستطيع ان نقول انها ستغلق باب الجدل السياسي حول الماده 28 والتشكيك في نزاهه الانتخابات بسببها وما الى ذلك؟ الى حد ما، لان هناك بنتكلم على فرز اصوات وتدوين اصوات ورقابه المجتمع المدني، فطبعا في قدر ما من امكانيه الشفافيه او نعم. قدر اعلى من الشفافيه مقارنه بالماده 174 في صورتها الاصليه. لكن يبدو ان اختلف مع الدكتور ابراهيم بعض الشيء، ان هذه الماده نتيجه اثارتها لهذه الفتن الكثيره، ونحن نتحدث حتى عن مرشح واحد عمل هذا لمجرد خروجه، فما بالنا ب 12 واحد، اللجنه مش لازم تعلن نعم. واحد بس، يعني تعلن واحد بس، هيكون يجب ان يكون هناك لدينا حتى من ولو حتى من لامتصاص الغضب، يعني الا تكفي هذه التعديلات لامتصاص هذا الغضب ولغلق الباب امام الشكوك؟ لا تكفي، الذي يكفي ان يكون هناك لدينا طعون على قرارات اللجنه، ومعظم على فكره معظم الطعون هتلاقيها في الفتره اللي احنا فيها دي، قليل من الطعون هتكون فتره اعلان النتائج، لكن معظم الطعون والكم الاكبر منها
النوع بتاعها طبعا في قدر كبير من بعدها طبعا ما فيش شك، لكن الكم الاكبر منها هي قبل الاقتراع. فكل هذه الامور كان يمكن الفصل فيها بسهوله جدا. نعم، لكن الا يفتح هذا الباب السياسي اللي حضرتك ذكرته، اننا اذا عدلنا احدى المواد المستفتى عليها فقد نعود الى تعديل مواد اخرى، وخاصه ان البعض بيطالب بالفعل تعديل ماده 60 زي ما حضرتك قلت. لا مهم هذا يعني يجب المتعلقة ان يجب أن من اقحم المجتمع في هذا واقحم الدوله المصريه في هذه المواد التي يعتبرها كافه الامور الخاصه ب المناهضة لحقوق الإنسان كلها ومضاردة لحق التقاضي على أمور ذات طبع إداري، يجب أن يتحمل الثمن، والثمن هو تأسيس الدستور التي تكون من خارج البرلمان ومن خارج التيارات السياسية. جميل جميل، ألا يعدنا هذا إلى نقطة الصفر في أشياء كثيرة جدا؟ بالتأكيد بالتأكيد أن احنا محتاجين إعلان دستوري مكمل، لأن هذا الرئيس القادم سوف يكون بلا سلطات، فمحتاجين إعلان دستوري مكمل. هذا الإعلان الدستوري مكمل يصدره العسكري كما قال الدكتور إبراهيم درويش بدون استفتاء، البعض يرى أنه يجب موافقة البرلمان عليه. المهم أن احنا محتاجين الآن أن يكون هذا لن يفتح هذا الإعلان الدستوري جدلا سياسيا من نوع آخر، لا سيما أنه لن يتم الاستفتاء عليه وسيصعب التوافق عليه. حاجة مهمة مهمة، احنا في هذه الفترة الانتقالية وبكل ما يملكه العسكري من جبروت ومن سلطات وإلى آخره، البرلمان وجماعة الإخوان المسلمين بتنكل به، فما بالنا برئيس مدني منزوع السلطات؟ ماذا أنا لا أخشى على هذه الفترة أثناء الانتخابات، أنا كل ما أخشى ما بعد الانتخابات. لدينا رئيس منزوع، ماذا سيفعل به البرلمان وتفعل به ويفعل به التيار الإسلامي؟ سوف يتم التنكيل به بشكل غير طبيعي. لا لا لا، ومن ثم فأنا أؤيد بالفعل دكتور. الرئيس المدني ليس منزوع السلطات، إن المادة 56 خمس ست حاجات بس يا دكتور. لا 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 لا، لكن كل ما يباشره قال دي بإعلان الدستور بالدستور 71 دستور 74 34 اختصاص في الدستور 71 34 اختصاص لرئيس الدولة بنود في 56 من 210 مادة 34 اختصاص. وهذا على وجه التحديد ما يواجه الانتقادات ويطالب البعض بتعديلها. لكن انا اقول الدكتور عمرو بيقول ان رئيس مدني منزوع السلطات، هذا يعني مع احترامي له هذا امر غير دقيق. كل ما يباشره المجلس العسكري الان سيتم احالته الى رئيس الدولة. لكن المشكلة ان الاعلان الدستوري كان مقتضب المشكله ليست في السلطه، المشكله في عدم تحديدها. نعم، يعني مثلا ايه، نضرب على مثال المثال، هل نحتاج لاعلان دستوري تكميلي فعلا يا دكتور في رايك؟ في تقديري يعني نحدد اختصاصات رئيس الدوله، مثلا سحب الثقه، رئيس الدوله يريد ان يحل البرلمان، هذا امر غير واضح، او البرلمان يريد ان يعني تحديد العلاقه بين البرلمان وبين رئيس الدوله من خلال اعلان دستوري. يعني احنا نحن في يعني نريد اعلان دستوري محدود في تحديد اختصاصات رئيس الدوله على سبيل الحصر، وخاصه في علاقه السلطه التشريعيه بالسلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه التشريعيه وعلاقه الرئيس بالجيش موجوده في الاعلان الدستوري، وحتى في الدستور الجديد اعتقد ان لا بيتحدث عن الرئيس ابدا، بيتحدث عن مجلس اعلى قوات مسلحه لكن بس يعني عايز اوضح على سبيل المثال، اضرب مثال ان مثلا عندنا ان رئيس المجلس العسكري الان هو بيمارس قدر رئيس الدوله له حق الموافقه على القوانين والاعتراض عليه، صحيح، لكن كيف يتم يعني عارفه بعد كده الرئيس اصبح سلطه مطلقه، بالعكس يعني ليس كما يعني ذكر الدكتور سواء كان السلطه قليله او سلطه كبيره، ده ممكن الامر يحتاج الى اعاده تنظيم، ممكن يفرغ البرلمان من اختصاصه، وبالتالي يستطيع البرلمان ان يصدر قانون. جميل، انا بشكر حضراتكم رئيس الجمهوريه في البرلمان. انا بشكر حضراتكم، بشكر الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، اشكر كذلك الدكتور ابراهيم محمد علي استاذ القانون الدستوري بجامعه المنوفيه والمحامي بالنقد والاداريه العليا، ومؤكد ان هذه التعديلات سواء اقرت ام لم تقر ستثير الكثير من الجدل. حتى الان لم يتبين او لم يتضح موقف اللجنه العليا للانتخابات حتى هذه اللحظه التي احدثكم فيها من ممارسه اعمالها، هل ستستأنف اعمالها بشكل عام، هل هذا التعليق متعلق فقط باللقاء مع الاعلاميين وبمرشحي الرئاسه ام متعلق بممارسه كافه حقوقها؟ لذلك سنوالي معكم هذه التغطيات في ضوء ما يطرأ عليها من جديد. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام، اعود اليكم على راس الساعه وموجز اهم واخر الانباء، ابقوا معنا.